أنا شخصياً بحبها كتير، وهي أكتر من أخت وصديقة، الفنانة الأردنية أريج دبابنة. كل عام وأنت بألف خير. كل عام وأنت بخير. وأنا كتير بحبك على فكرة، وبلشت أحبك أحمد. الحمد لله على تذكرني بني. يعني بنهاية 2021 في أشياء حلوة يا أحمد عم بتصير. منيح. يعني طبعاً أريج دبابنة عم بتحب أحمد. والإشاعات تضرب. لا 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 لا، أنا أنتوا فهمتوا بالموضوع غلط. الحب الأخوي، الحب الزمالة، هذا هو الحب المقصود فيه. يعني اللي حكت لي على الهوى حكته فعلا إلي بمحبتها لإلك. صدقا هذا الحكي صار مبارح. بحسدك ما شاء الله عنك. حلو دائما الواحد يكون عنده محبة الناس. أكيد. شكرا. طبعا أكيد أنا أكتر إشي بحاول أحافظ عليه، ويعني الحمد لله ربنا معطيني هيك شيء عند، يعني في عندي قبول للناس وعند الناس قبول لإلي. طبعا هاي أكبر نعمة. هي طبعاً. نعمة فعلياً. بدنا نحكي لك كل عام وانت بخير. وانت بخير. كل سنة وانت سالمين يا ربي. شو بتحكي هيك للناس بهذه المناسبة الجميلة؟ وكمان في من كم يوم كان الكريسماس. كان الكريسماس. أول شيء كل عام وانت بخير جميعاً. كل شخص على أرض هاي الوطن بحكي له كل عام وانت بألف خير. بدي أحكي للناس إنه الأيام عم بتصير شوية فيها أشياء صعبة، وفيها أشياء يعني عم تمشي شوي أحسن من قبل، نشكر الله. بس بدي أحكي شغلة واحدة، خلونا نبلش السنة الجديدة مليانين حب، مليانين طاقة إيجابية. خلينا ما منخسر شيء لو حبينا بعض. صح طبعا. يعني خلينا نجرب حتى اللي متخاصمين المتعادين، أي موقف صار عندنا في الدنيا نتذكر إنه العمر عبارة عن لحظة ممكن ينتهي فيها. ممكن هالشخص اللي أنت مخاصمه ممكن بلحظة يختفي من الدنيا، تصير تندم للحظة لو كان بإمكانك فيها إنك تتعامل معه بود ويكون في بينكم وئام والدنيا تمشي أكثر. بتعرفي بس بخصوص مثلا الأشخاص المتخاصمين، يعني لو حدا يفكر قد هاي الدنيا صغيرة، وبنفس الوقت يبادر بالمصالحة، ما بتتخيل الشخص الثاني قديش حيشوفها كبيرة جداً. وحيضل حافظها لطول السنوات الجاية. بتمنى يكون حافظها يا أحمد. يعني أنا بدي أطلع على الأمور من ناحية الإيجابية، ولكن مش كل الأشخاص بتنظر إنك إذا أنت صالحتها إنه هذا الإشي اللي راح تحفظ لك. يا في ناس مرات المعروف مرة مرتين ثلاثة ما بيضمر فيهم. هذا ما بدنا إياه في حياتنا بصراحة. بالضبط. فهدولي يعني طبيعي. عدم هو زي ما بقولوا اعمل خير وكب البحر. ما تستمش. حاول حاول، مو غلط. حتى منافسينك تقرب منهم وتمنى لهم الخير، وبالعكس انت رشحهم للاشياء اللي بامكانك صحيح. انك تساعدهم فيها، فبنكبر كلنا سوا. صح مزبوط. وما حدا بياخذ رزقة الثاني. هاي يا ريت لو الناس كلها تعرف انه رزقتك مكتوبه رح تجيك. لو بالزبط. كان 100 شخص عم بينافسك على نفس الموقع رح تاخذها اذا كانت مكتوبه لك. صحيح. اليوم ليه لابسه اخضر انت؟ غرت منك. يعني شو سر الاخضر اليوم؟ تعرف مش عارفه. بتعرفي الوان الكريسماس هيك بميل دائما بالكريسماس، البس احمر زيتي اسود وابيض هيك اشياء. فيعني كلياتنا طلعنا نفس التفكير. بتعرفي انا احنا عندنا هيك شيء يعني بالعيله، انه دائما على راس السنه او راس السنه الهجريه او مثلا بدايه كل شيء يا بنلبس اخضر او ابيض، على اساس انه بنتفائل انه داخلين على السنه خضراء او سنه بيضاء. حتى طبيخنا، الطبيخ الاكل يا اما كان منسف اخضر برضو؟ منسف هو لا، يا شيء اخضر او منسف لانه شيء ابيض. اما بنبعد عن المقلوبه ومنبعد عن الكفتة عشان ما ننقلب وما ننكفت. عجبتني هاي معلومة. يعني هاي دائما هيك أنا بأخذها كل أول سنة صراحة. هاي طقوس خاصة فيكم. عن جد صراحة. انشروها في المنطقة. يعني هاي يعني بتمنى الناس تشوفها وهيك، لأنه أنت بتعرف لما أنت بتفوت فعلا متفائل حاطط بشغلة، دائما إحنا بنجذب الشغلات اللي عندنا. فنفوت إنه خلاص بسنة خضراء سنة بيضاء، نبعد عن كل شيء هيك. إن شاء الله كل السنين اللي جاي تكون أحلى وأحلى. إن شاء الله. اللون الأخضر جميل بصراحة، وللصدفة بس بآخر لحظة على لون عيونك. لا بس أنا كنت حلبس شيء أخضر بس ما غيرت رأيي في آخر لحظة. عيد الكريسماس خلينا نحكي المناسبة ورأس السنة، يعني هو للجميع، لأي شخص نقي ما عنده شوية شوائب في أفكاره المفروض خاص في الجميع مهما كانت دياته. صحيح. بس هو خاص أكثر بإخواننا المسيحيين. كيف بتشوفي هذه المناسبات بهاي السنة؟
والله أنا عارف إخواننا المسيحيين مغلبين. اليوم إحنا السنة احتفلنا قبليكم بالشجرة صراحة. كتير طلع نكات وكلمات وبوستات كتير بتضحك وكتير لذيذة. بالعكس هذا يدل على الوئام والانسجام دائما بين الجميع. وما فيش فين فرق بيننا. الكريسماس السنة كان مختلف، يعني كان عندنا سنتين كورونا وسنتين صار فيهم أحداث بعيد الكريسماس، فالسنة كان في انفجار عند الناس. هو الزينة، هي الناس عم تحتفل بعد الضغط. أول عيد بنقدر نطلع ونسهر ونغني ونرقص ونعمل وكتير أشياء الحمد لله. بالكريسماس ببلش دايما بتحضيرات الصلوات اللي قبل العيد وأثناء ليلة العيد وصباح العيد وهيك. فهاي الأجواء هيك بتحسسنا أجواء بحميمية، بروحانية أكتر، بكفي إنه هذا العيد هيك مليان فرح مليان ألوان. فبنبلش نحن طقوس الصلوات قبل بأسبوع تقريبا 9 أيام من العيد، وبليلة العيد بيكونوا الناس مبلشين محضرين الشجرة والمغارة وكل إشي من بداية شهر 12. حلو. بتبلش البيوت تتزين والضواو تنضوى، لأنه بمد هذا العيد لستة واحد في عيد اسمه عيد الغطاس، اللي هي زيارة المجوس لمغارة السيد المسيح اللي انولد فيها. فهذا أطول وقت تقريباً بنحتفل فيه. الناس بتبلش تزور بعض، بيكون في كمان في عيد بيعملوا فيه البربارة كمان أثناءه. الزيارات بتكتر، العيلة بترجع بتتجمع، وراس السنة بيجي بيكمل معاها. ففعليا بتلاقي حالك انت هاجر الناس كلياتها وتجمع كلياته بهذا العيد رغم الشتاء والبرد وهيك، الا انه بيكون الدفى بالبيوت. زي ما حكيت بعد فتره سنتين هيك الناس شو كانت الاجواء الطقس بدها تحتفل بالضبط. يعني الناس ما تعودت قصدك على انه تقعد بالبيت وتبعد ويكون في تباعد وكذا، واختصرت هاي كثير اشي بيوجع انك تكون مثلا قدامك ناس ما شفتهم من زمان، مش قادر تحضنهم، مش قادر مش قادر تبوسهم، مش قادر يكونوا كلوز منك أكتر. بس الحمد لله يعني هلأ صحيح لسه في كل هاي الإجراءات، بس يعني على القليل بلشنا نشوف بعض ونروح ونيجي وكذا. حلو كتير أريج. طيب أنت يعني سألتك هيك تحت الهواء قلت لي بقول لك كيف سنة 2021، بتقولي لي يعني من أولها قاعدة بآخر كم شهر بلش الشغل. احكي لنا عن أهم يعني الإنجازات اللي عملتيها بسنة 2021. يعني السنة زي ما قلت لك فعلياً ضليت تقريباً من شهر 1 لشهر 9، يعني اشتغلت لي هيك كم من شغلة، ومن ضمنهم مثلاً طلعت لي دعاية دلس مع أنه صورتها قبل ما هذا، كتير الناس حكت عنها. بعدين بلشت فجأة إجاني تقريباً 6 مسرحيات خلال شهرين، فأنا مرق علي شهرين 3 كنت أعمل 4 أو 5 بروفات باليوم من الساعة 11 الصبح لل 11 بالليل. بس ما تتخيلوا كم قديش أنا كنت مكبوتة، مشتاقة للمسرح، مشتاقة للشغل، مشتاقة لكل شيء. بلشت أحس حالي رجعت للحياة فعليا. وين بتلاقي صحيح حالك كان متعب أكتر. تفضلي كملي. صحيح كان متعب جدا بس كنت جدا مستمتعة. وين بلاقي حالي بشو؟ أكتر بالتمثيل المسلسلات ولا بالمسرح؟ شوفي أنا ما يعني يعني معروف عني أني ممثلة مسرح أكتر إشي، بس أنا بعتقد أنه الممثل ممثل في كل مكان، لأنه التمثيل نفسه بصير هيك جوات الدم عم بيمشي. فتمثلي بمسرح بسينما بتلفزيون كلياته غالي على قلبي صراحة. بس المسرح له نكهة خاصة، له هيبة خاصة فعليا، مش أي حدا بقدر يفوته. حتى الناس اللي بتفوته عشان تجرب حالها وإذا ما كانت قد حالها المسرح نفسه بلفظها. يعني أنا بتعامل مع المسرح كأنه يعني كائن أنا يعني عايشة معه. فالمسرح عالم تاني مختلف جداً، إله حياة تانية، إله خصوصية تانية، بس كل التمثيل تمثيل اسمه. في مايك انرفع. في مايك. يعني احنا صلنا بنحكي 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 ما سمعنا اشي. طبعا اللي قبلك يعني غنى احمد وزميلنا رعد. اليوم انت حطينا بوز مدفع. لا ليه؟ لا مين بوز المدفع؟ احنا حطينا بوز أيوة مدفع. ايوه بالضبط. طبعا اريج انا يعني مخالطها بجمعات وهيك وطلعات من النوع اللي بتغني كتير حلو. خلينا نسمعك. يعني
شوفي الناس بدها تعيد حرام. بنعيد بصوتك. طبعا انا بغني مع ايناس بس هيك اغاني هاي اللي تبع رحبي بالضيوف ابوكي وكذا. اغاني الرحلات بالطبله. بس هي بدها تورطني ورطه لا جديده. لا ما تورط. تفضل. والله انتو و... ايوه اها بلش الايكو بلش كمان. الجد يعني الله يعين المشاهدين بس قوي يعني قلبك خلص. يلا بنقول بنقول للشام. ما فتحت صوتي اليوم ما بعرف كيف بدي دوري عن كفي معكم الليلة بس يلا. مستنياك يا روحي بشوق كل العشاق مستنياك تعبت من الأشواق. والله انا حاسه انكم ندمانين. لا لا جميل كملي. بدي اقول لك اقلبي غير المحطه يوسف رح يساعدنا. كل العشاق يعني خلينا نطفيه ولا طفيتوه من عندكم. اشكركم انكم طفيتوه. لا لا حلو. لا انا كنت ارتل بفرق الكورال بس الالحان الغربيه يعني بميل لها اكثر شوي بس ما خطر في بالي هلا شيء يعني ممكن يتناسب مع صوتي بس يلا خلص ورطه مقبوله. لو غنيتي اغاني الرحلات هذه اللي بنغنيها يعني كان مسموح يعني اليوم مسموح ممكن شو اسمه وسع الميدان وشو اليوم بدنا نخرج عن المألوف فغني لنا الاغاني اللي انت دائما بتغنيها معانا ولما تكون في الطبله. طيب هاي يلا هيك عشان نعدل الجو يعني خليهم ياخذوا عنك فكره غير اللي اخذوها قبل شوي. بس قربينا المايك بالله. طيب بس اتذكر مثلا بحب اغني مثلا اغاني الاعراس لانه انا دار جدي اهل امي في حرصية واهل ابوي صمتية فممكن احكي وسعوا الميدان يا مي احمد وسعوا الميدان والفرحة للصبيان نجل الفرحة للصبيان ميلات دول انسيتك يا بي لا تدول انسيت ومن اول ما طاريتك وانت المبدا اول ما طاريت ورحي بيك رحي بيك ايوه معلش اول مره بغني رحي بيك بضيوف ابوكي يا عروس يا حبيبي. شكرا اول مره بجرب اغني مع فرقه يعني بس احب احكي لك انه في شخص يعني وصل لمرحله الفرح العارم وهو العوايشه بحب كان يغني معاكي صراحه ثانك يو ثانك يو عوايشه يعني احنا ليش العوايشه ما كان معنا اليوم
لازم نجيبه بصراحه. لازم هيك هاي يعني الالوان لازم بحبها. انك تكون انت متواجد معنا صراحه، لازم فعلا تحضر للمسرح وتشاركنا. راس السنه الجايه ان شاء الله، الله يحيينا للسنه الجاي ان شاء الله. يعني اهم امنياتك لسنه 2022؟ والله أمنياتي كثيرة وين صراحة. وين بتشوفي حالك كمان؟ أنا صراحة يعني حابة أنطلق أنطلق مثلاً بلكي عربياً، يعني مو غلط. بتمنى يعني يا رب الدراما الأردنية كمان تصير يعني بمراحل متقدمة، نتطور أكتر وأكتر. يعني هاي أكتر الأشياء اللي بتمناها. وعلى الصعيد الشخصي بتمنى دائما يعني الواحد يضل بصحة وخير وسلام وهدات بال وهدات بال. طيب اليوم اللي حكيت عن الدراما الأردنية، اليوم الدراما الأردنية ليش عم نشوفها إنها مش عم بتنافس صراحة الدراما السورية والمصرية؟ اليوم شو بينقصها الدراما الأردنية؟ يعني الدراما الأردنية تعرضت لضربات كتيرة يعني من أيام التسعينات لحد الآن بسبب ظروف سياسية وظروف اجتماعية، وعندنا بالغالب لسه المجتمع بيرفض إنه يشوف الممثل أو الممثلة الأردنية بتطرح قضية مجتمعية تكون منفتحة أكتر من قبل. لساتنا عندنا العادات والتقاليد متمسكين فيها، رغم إنه بنحب نشاهد مثلاً اللبناني السوري المصري التركي، بس بنضل عندنا حشمة إنه بنغار على بنتنا الأردنية، بنغار على المجتمع الأردني إنه يظهر بقضايا جريئة مثلاً أو قضايا فيها سياسة، فيها مخدرات، فيها كذا. فبالتالي هذا أثر على كتير أشياء اللي هي مثلا الكتابة. الكتابة لساتنا بنروح للأشياء الكلاسيكية، لساتنا بنروح للبدوي، والبدوي لأنه هو الإشي المسوق عنا بالمحطات الخارجية، فهو اللي مطلوب لحد الآن. فبعتقد إنه يعني في بلشت بعض المسلسلات تطلع يعني إنتاجات أردنية فيها تلوين، يعني السنة في ذهب أيلول، فيه عمل مشترك سوري أردني، وفي لبناني كمان، في مسلسل اسمه الحضور لموكب الغياب، فلسطيني أردني سوري منوع، بيحكي عن حقبة بداية خروج الفلسطينيين للأردن. يعني في تلوين، في مثلا كمان إنتاجات شارك فيها خليجيين وأردنيين مع بعض لشركة عصام حجاوي كمان. ففي شوية تلوين، بس لسه ما عندنا الجرأة القوية. يعني عم بنلون وعم بنحاول نتحرك، لأنه صار في عندك جيل بيطلب إشي جديد. جميل. فنتمنى أنه تنافس لقدام. يعني أنا شوفي رأيي المتواضع، رأيي الشخصي، بحس هلأ الفن يجب أن يجسد، والمسرح أشياء من الواقع واقعية. لازم. وفي كتير قضايا ما تجسدت لسه، بس أنا ضد مرات لما أترك كتير قضايا حساسة ولازم تتجسد والشعب لن يثور عليها، عادي راح يكون مبسوط لأنها عم تعكس واقع. ونروح لبعض الأشياء اللي حساسة أكتر ومبطنة. أنا بشوف أنه أكتر ما يميز الشعب الأردني في المنطقة بصراحة هو تمسكه بالتقاليد لساته، صحيح، ومحافظ أكتر، وهذا إشي أنا يعني بحترمه أكتر بصراحة. بس طبعا هذا إشي جميل، بس أنا بعتقد يعني صار في عندنا مجال لنتقدم طبعا. وغلط زي ما بيحكوا الواحد يتخبى وراء اصبعه، في مشاكل لازم نعترف فيها ولازم انه تنعكس بمسلسلات لمناقشه هاي القضايا. مزبوط. حكيتي انه بتحبي تكوني اكثر بالاعمال العربيه او تنطلقي خارج نحكي الاردن ان شاء الله. ان شاء الله نتمنى هذا الشيء. اكثر فنان او فنانه بتحبي تمثلي معهم مثلا؟ يعني عندك كريم عبد العزيز، عابد فهد، أحمد حلمي. يعني بس انت اخترتي يعني احمد حلمي كوميدي من كل قطر الأغنية. لا حتى كريم عبد العزيز انا بشعر انه هو كوميدي، كوميدي هو يعني بيلون كل شيء، يعني حتى بعز الجد بتلاقيه. هذا انا عندي يعني اللي بيعرفني بحياتي، وانت من الناس اللي بيعرفوني منيح، انا بميل كثير لكل شيء حوله ضحك مزح كوميديا كذا. لسه ما أخذت فرصة إني أعمل كوميدي كتير يعني لحد الآن، مع إنه أنت عندك هذا الحس الفكاهي يعني. يعني بحس إنه يعني بجوز شوي صعب لما تنخرطي في برنامج كوميدي بجوز تضيعي، أو مسلسل أو إشي. فإن شاء الله بلكي يعني إجتني فرصة أعمل إشي
يعني أنا خاص فيه. يلا إن شاء الله هاي دعوة لكل المنتجين العرب إنه في فنانة تستحق إنها تنتشر عربياً وعالمياً إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. أريج إحنا كتير انبسطنا بسهرتنا وأنا معاكي. وأنا كتير انبسطت معاكم. ونتمنى لك كل الخير ولكل أحبابك ونشوفك بأحسن الأماكن يا رب. سنة سعيدة ويا رب أردننا يضل بخير والعالم العربي وكل الناس تضلها بخير. وبتمنى للكل مش بس عام جديد وسعيد، لا بتمنى العمر الجاي كلياته يكون احلى ان شاء الله يا رب. شكرا لكم، شكرا إناس وأحمد. العفو، شرفتينا. ان شاء الله كل امالك واحلامك بتتحقق جميعا بالسنه الجايه ان شاء الله.